منك وعلينا ميت. عروضنا غير اي حد واكتر ما انت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده مش هينفع نبدا حلقتنا في برنامج من سيزرع المليون الا لما نقول مبروك لكل الاهلاويه، مبروك للنادي الاحمر، ومبروك لكل المصريين في بطوله هامه دوليه عالميه، وهي كاس او بطوله العالم للأندية. الحقيقة الأهلي النهاردة عمل ماتش مهم جدا قدام بطل أمريكا الجنوبية، ونجح في ركلات الترجيح بفضل طبعا ربنا ثم الشناوي، أداء رجولي وبطولي. مبروك لكل الأهلوية، وإن شاء الله يكون يعني السنين اللي جاية يكون في مستوى أحسن من كده، ويكون في خبرة أكتر من كده في البطولات الدولية. هنبدأ يعني حلقتنا النهاردة، وهي حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن ملف اتكلمنا فيه قبل كده، وهو ملف الاستثمار في الصحراء، خاصة صحراء وادي النطرون. عارفين ان مجال الاستثمار الزراعي من اهم المجالات خلال الفترة الاخيرة، في الكثير من القطاعات بدأت تتجه لهذا القطاع، في اهتمام من الدولة بهذا القطاع، سواء من خلال مشروع المليون ونص مليون فدان، او مشاريع اخرى بزراعة الزيتون أو بزراعة النخيل، أو الاهتمام بتطوير الزراعات والتطوير من الري بالغمر إلى الري الحديث. الكثير من المشروعات في هذا المجال الحقيقة انتبهت لها الدولة وبتشتغل فيها خلال الفترة الحالية. لكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا وهو الاستثمار في صحراء وادي النطرون، معنا الحقيقة موضوع مهم تاني وهو الاستعدادات لشهر رمضان. الحقيقة كان في اجتماع النهاردة كبير بين وزير التموين دكتور علي المصلحي وبين كبار أو كبرى شركات الدواجن في مصر وعدد من الجهات الأخرى، لبحث
الاستعدادات لشهر رمضان فيما يخص قطاع الدواجن. احنا معنا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. دكتور عبد العزيز اهلا بحضرتك. دكتور عبد العزيز انا معك استاذ شعبان. انا معاك. ايوه يا فندم. عاوزين نعرف بس ايه اللي حصل النهارده في اجتماع حضراتكم مع الوزير التموين. يمكن النهارده كان في اجتماع تحضيري على اساس ان احنا قربنا من شهر رمضان استعدادا عشان يتم عمل معارض اهل رمضان. وطبعا هنكون على مستوى الجمهوريه بالكامل، وطبعا الغرف التجاريه لها دور بارز وكبير، ومعالي الوزير وضح هذا الكلام، قال لك ان الغرف التجاريه لها الدور البارز والاكبر على مستوى جميع المحافظات وعلى مستوى كل الغرف، واحنا ان شاء الله هيكون لنا دور موجود باذن الله. يتم عرض كل سلع استراتيجيه وبالاخص لتم المواطن، سواء الزيت سواء السكر سواء اللحوم سواء الدواجن، ان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نستطيع ان احنا نلبي طلبات المواطنين ويكون السعر متناسب مع مدخلات المواطنين باذن الله. في يعني احنا يعني ان شاء الله نتمنى يكون في استعدادات جيده لشهر رمضان من كل الوزارات المعنيه بده. كمان في نقطه مهمه جدا ونستغل فرصه وجود حضرتك معانا، وهي تتعلق بالازمات قطاع الدواجن. الحقيقه في ازمات كتير في الاسعار، في عدم وجود بورصه حتى الان، فحضرتك يعني عاوزين نظره عامه على هذا القطاع، وخاصه في ظل التغييرات في اتحاد منتجي الدواجن وتولي المهندس محمود العناني رئاسه الاتحاد. يعني عايز اقول لحضرتك ان القطاع يمكن من ثلاث دورات متتاليه الناس بتخسر في ظل تدني سعر البيع وارتفاع تكلفه الانتاج، وده كان واضح جدا في وصول سعر الاعلاف الى رقم كبير جدا. لما تجد ان العلف يصل ل 8350 ده كلام غير منطقي بالمره، وده اللي احنا بنتكلم عليه بنقول ان العلف بيمثل 70%. مش مهم ان العلف يرتفع او الى اخره، ولكن المهم في النهايه ان يكون سعر البيع يتناسب مع تكلفه الانتاج، ودي اكبر مشكله بتواجه القطاع هذه الايام. تكلفه الانتاج مرتفعه في ظل تدني سعر البيع، وده زي ما قلت لحضرتك لابد ان تكون هناك بورصه حقيقيه تستطيع ان تحدد التكلفه الفعليه للمنتج مهام الربح، لان صناعه الدواجن من الصناعات الاستراتيجيه والهامه لكل افراد المجتمع، والتي استطاعت ان تحقق اكتفاء ذاتيا. وانا بقول لك النهارده صناعه الدواجن لها دور بارز وكبير جدا في المرحلة القادمة على أنها تستطيع أن تقوم بالتصدير إلى كل الدول المجاورة. الحمد لله إحنا عندنا خبرات تراكمية، عندنا صناعة قوية، وده اللي إحنا بنتكلم عليه. كلما استطعنا أن إحنا نقوم بالتصدير إلى الخارج، أنا بقول لحضرتك الصناعة هتقوى وهتبقى جيدة جدا والناس تاخد حقها، وده اللي إحنا عاوزينه في المرحلة القادمة. دكتور يعني هذه المخاطر اللي حضرتك بتتكلم فيها، خسائر ثلاث دورات متتالية، هل ده ممكن يأثر على وجود فئة صغار المربين في السوق، وتأثيرات ده خلال الفترة الجاية هتكون ايه؟ يعني حضرتك لازم الكل يعي تماما ان المرحلة السابقة دي ادت الى خروج ما يقرب من 40% من صغار المربين، ولانهم خسروا خسائر فادحة حقيقي يعني، والكلام ده لازم الكل يعي ويعلمه تماما. ولكن القضية الأساسية ان احنا في دخولنا على شهر رمضان كل المنتجين صغار وكبار بيخشوا دورة رمضان، لان هي تقريبا بتبقى فيها الاسعار تبقى مرتفعه شويه، بيستطيع ان يستعيدوا بعض خسائرهم، لان الدورات السابقه او خلال الخبرات التراكميه للاعوام السابقه ما كانتش وصلت للشكل ده. لكن هذا العام بالاخص يعني حصل ثلاث دورات، وده ما حصلش ابدا، وبناء عليه الناس هتحاول قدر الاستطاعه ان هي تخش في الدوره القادمه اللي هي دوره رمضان، عشان على الاقل تستطيع ان تقلل خسائرها التي بنت بها في المرحله السابقه. طب دكتور سؤالين، يعني ايه الحل لازمه الاسعار او ارتفاع اسعار التكلفه، وايه الحل لازمه البورصه في دقيقه واحده بس؟ معلش حضرتك، من المفترض اصلا ان احنا نكون نزرع ذره صفراء، لان احنا متعرضين للاسعار العالميه وعندنا مشاكل في اللوجستيات في النقل والكلام ده كله. احنا بنزرع تقريبا مليون، انا المفروض على الاقل ازرع 2 مليون مع البذور المنتقاه. البورصه المفروض ان البورصه دي مش عاوزه كلام ولا عايزه حديد، يعني النهارده في ظل في مجلس جديد، وكنا سامعين ان المجلس القديم يمكن ما كانش عايز بورصه، لكن النهارده في مجلس جديد اتمنى المهندس محمود العناني، لان يعني المهندس محمود العناني من كبار رجال صناعه الدواجن في مصر، نتمنى المرحله القادمه نستطيع ان احنا نحقق طفره والكل يشعر بيها، وبالاخص صغار المربين في ظل وجود بورصه
تستطيع ان تحدد تكلفه الانتاج وتدي السعر المناسب للمنتج باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن غرفه التجاريه بالقاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. حقيقه كمان معانا موضوع مهم جدا وهو يتعلق بعصب البرنامج، يعني احنا البرنامج بتاعنا برنامج من سيزرع المليون، والقضيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي قضيه تتعلق بكل المنتفعين في مشروع المليون ونص مليون فدان، خاصه منطقه المغره، باعتبار ان منطقه المغره من اصعب المناطق اللي بتواجه الكثير من التحديات، سواء في الزراعات التي تصلح هناك، سواء في درجه المياه العاليه، سواء في شبكات الطرق اللي بالفعل بدأنا فيها وفي تطورات فيها، سواء في ان عدم وجود مركز ارشاد وبالفعل وزاره الزراعه بدأت فيه، يعني في تحديات اكتر من اي مكان تاني في مشروع المليون ونص مليون فدان، سواء في المنيا او في مناطق اخرى. والحقيقه على مدار الايام اللي فاتت تابعنا في برنامج من سيزرع المليون في مناشدات كبيره جدا ومطالبات من المنتفعين في منطقة المغرى، بيطالبوا رئيس شركة الريف المصري أو تنمية الريف المصري الجديد اللي هو عمرو عبد الوهاب بأنه يراجع بنود الاتفاقيات الخاصة بالتعاقد بينهم وبين الريف المصري الجديد. المنتفعين شايفين أن الحقيقة هذه البنود بتعقهم عن أداء دورهم في تنمية الريف المصري الجديد، شايفينها مجحفة بالنسبة ليهم، في كثير فيها من البنود حابين يغيروها. احنا معنا المستشار هشام العسى وهو احد المنتفعين في منطقة المغرى، والحقيقة عنده معلومات مهمة جدا للبرنامج. سيادة المستشار اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ شعبان. حضرتك في البداية بس عاوزين نعرف ايه المشكلة والمطالبات الخاصة ب الريف المصري من المنتفعين، وحابين نعرف الحاجة التانية حضرتك من خلال متابعتك مع شركة الريف المصري وصلنا لإيه؟ شركة الريف المصري بداية سلمت الناس قطع الأراضي على الورق وبعقود غصب عن المنتفع لازم يمضيها. إزاي؟ لما احنا جينا ناخد الأرض قال روح ادفع 5% وقبلها اعمل شركة. ماشي. عملناها. ورحنا دفعنا 5%. اداني جواب يقول لي احفر البير في 6 شهور. واذا ما حفرتوش وعدت ال6 شهور الجواب ده يعتبر ملغي وال5% راحوا عليك مصاريف ادارية. طبعا علشان ال5% دول كانوا بيمثلوا اكتر من 200,000 جنيه. فانت بتجري تعمل بير، رحنا نعمل البير ما لقيناش مدقات ولا طرق ولا اي حاجه، دخلنا بالجي بي اس على الطريق مهندسين المساحه اللي احنا جايبينهم على حسابنا. البير مثلا بتاعي اتكلف 455,000 جنيه، اشرف عليه ونفذه الدكتور حسام مغازي. يعني ضعف ثمنه المفروض في الاراضي الصحراويه. تمام سعادتك. احنا دلوقتي حضرتك انت يعني طرحت يعمل لك عقد، ما انا جاي لا سيبك من البنود. أنا البنود اللي حابين حضراتكم تغيروها علشان الوقت بس. البنود احنا طالبين تغيير جميع بنود العقد. واللي هي ايه بقى اللي هي ايه بالتفصيل؟ ما انا جاي لحضرتك اهو. لا كمل لو سمحت. واحلال عقد شباب الخريجين بالنوبريه مكان العقد ده. عظيم. بكل شروطه احنا موافقين عليه. أما العقد القديم لا ينص في مادة إلا يا تحميل بأعباء مالية يا فسخ العقد لو أنت مع احترامي بوست ابنك تاخد الإذن من شركة الريف. ده ما يبقاش ملك، ده أنت كده بتعمل قيود على الملكية اللي الدستور صانها وحفظها. مخسميه للعقد عقد تخصيص. هو العقد ما يبقاش عقد تخصيص، هو عقد بيع بالأجل. نكتب شيكات، انت كاتب الاقساط في العقد فانا ملتزم بيه، لو ما دفعتش تفسخ وتطردني. لكن ان اعمل شيكات كمان تدخلني بيها السجن، وانت طالب تنميه الصحراء والارض وتوسيع الرقعه الزراعيه، ولا انت جاي تذلني وتحبسني؟ الامر ده في ظل القياده القديمه الله يسهل لك. القياده الجديده لما جت برئاسة اللواء عمرو أبو وهاب
حست بينا عندها رحمة. القوات المسلحة هي اللي حست بينا مش الراجل المدني. لما يعني بعيدا عن المسميات برضو علشان ما ندخلش في مسميات يا فندم، يعني احنا بنتكلم على مشاكل المنتفعين ما بنتكلمش على يعني مسميات. فحضرتك دلوقتي قلت ان احنا نغير البنود او نغير العقد بعقد شباب الخريجين. ايه العقد شباب الخريجين اللي بنص عليه؟ نصوصه هينة وواضحة ومحدودة. ما جيش اقول لك اصلي انا لو انت تأخرت بسداد القسط اخد 1.5% شهري. يعني عايز 17% في السنة لو انا تأخرت. ده انت كده حضرتك عديت الفايدة المعلنة من البنك المركزي. ليه؟ عشان ايه؟ لما انا اسدد ثمن الارض وعوز اتصرف في جزء منها ادفع للشركة 1% مش من العقد اللي اتبرم النهاردة لسعرها بعد 10-12 سنة لما يكون الفدان بقى بمليون جنيه وقال هو يجيب شركة او جهة تقدر القيمة اللي هيحسب على اساسها 1%. نقطة يا سيادة المستشار، نقطة مهمة جدا. حضرتك ذكرت ان خلال الاربع اشهر الاخيرة او الفترة الاخيرة كان في استجابة من الريف المصري سريعه لشباب المنتفعين، وده كلنا لاحظناه في انه في شغل الحقيقه خلال الفتره الاخيره. لكن رغم كده الايام اللي فاتت شفنا مطالبات من المنتفعين. عاوزين نعرف من حضرتك بس تحديدا ايه نوع الاستجابه من شركه الريف المصري للمنتفعين. الاداره القانونيه طلعت ملحق عقد اسف في اللفظ كمان مره بتقلع المنتفع هدومه وتبيعه اللي قدامه واللي وراه. ده امتى الاداره امتى اصدرته؟ نعم يا فندم. امتى الاداره الماليه اصدرت العقد ده؟ بقاله اسبوعين بالظبط. تمام، بقاله اسبوعين. اللي هو عمرو نشدناه، فالراجل مشكورا هينتدي بشركه او مش مكتب استشاري يعمل مراجعه للعقد. احنا بنجده يلغي العقد ده كله وياخد نموذج يشتغل عليه اللي هو عقد النوبريه، لأن هذا العقد يلقى قبول وإحنا أريناه ومتوازن بين حقوق الشركة وحقوق المنتفع. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة المستشار هشام عيساوي، وهو أحد المنتفعين في منطقة المغرب، وإن شاء الله يكون لنا حلقة بصورة أكبر مع المنتفعين نناقش فيها هذه الأزمة ويكون في رد مباشر من شركة الريف المصري. شكرا جزيلا لكم. نرجع لموضوعنا مع المهندس فارس عيد استشاري زراعي بشركة أبرولاند، وهو موضوع الاستثمار في الصحراء. اهلا بحضرتك باشمهندس. اهلا بك باشمهندس. يعني احنا بنتكلم في الحقيقه يعني زي ما بنتكلم ان كله بيتجه حاليا للاستثمار الزراعي، زي ما شايفين كله حابب يزرع، كله حابب ينتج من الارض، وكله بيخاطر بفلوسه وبيروح الصحراء وبيستثمر. فالاستثمار في وادي النطرون، كنا صورنا مشروع العاصمه الزراعيه الجديده، لكن حابين نعرف اكتر عن هذا المشروع اللي بتنفذه شركة أبرولاند لإدارة المشروعات في منطقة وادي النطرون. أهلا بك يا أستاذ شعبان. هو بداية كانت وادي النطرون سابقا نقول إحنا رايحين الصحراء، حاليا ما عادتش صحراء، انتشار الشركات فيها، وكان لشركة أبرولاند بمساحتها حوالي 1000 فدان وإقامة المشاريع الزراعية عليها، كمان اللي خدمت المشاريع الزراعية سهولة الوصول إلى الأماكن، وطبعا مصر اسكندرية الصحراوي من ناحية، وعندك طريق محور الضبع من ناحية أخرى. فأصبحت وادي النطرون متوسطة ما بين مدينة وادي النطرون الجديدة، ويبقى عندك مدينة النوبارية الجديدة، كمان مدينة العالمين الجديدة، فأصبح خط متوازي للطريقين مصر اسكندرية الصحراوي ومحور الضبع، ده اللي بيوصلك للعالمين. يعني نقدر نقول ان مفيش حاجه اسمها النهارده صحراء وادي النطرون. النهارده من ميدان الرمايه لحد مدينه العالمين الجديده النهارده بتاخدها في ساعه ساعه ونص تقريبا، لحد مدينه وادي النطرون بتاخدها في حوالي ساعه. اصبح سهوله الطرق والوصول اليها ساعدت على اقامه المشاريع الزراعيه. طبعا كان في دور قيادي لشركه ابرولاند في هذه المنطقه باقامه مشاريع زراعيه من زراعه الزيتون ومزارع الدواجن،
وحفر الأبيار وإنشاء مشاريع زراعية مختلفة. ليه أطلقنا في شركة أفرولاند على هذا المشروع اللي بيقام على ألف فدان زي ما حضرتك ذكرت، مشروع العاصمة الزراعية الجديدة؟ الحقيقة إطلاق على هذا المشروع زي ما أنا بقول لحضرتك إن فيه مدينة جديدة، في مدينة وادي النطرون جديدة، مدينة النوبارية الجديدة. طبعا المشاريع الزراعية هنا بتخدم المدن المجاورة زي مدينة النوبارية. فالنهاردة لما يبقى أنت عندك مشروع زراعي أو أنت اشتريت مثلا أراضي زراعية وأقمت عليها مشاريعك، أصبح عندك منتج، المنتج ده بيبقى ليه تسويق، فأصبح في بيديك سهولة تسويق للمناطق المجاورة. كمان بيشجع المزارعين بإقامة يعني هجرة من المدن المزدحمة إلى الأماكن المتسعة، أو بمعنى أصح نقل الريف من أماكن الازدحام من القرى البديلة إلى القرى البديلة. الحاجة التانية أنت عندك حاجات كتير بتتزرع، النهاردة عمل مشاريع، أخذ أولاده، نقل للمدارس، أصبح فيه متنفس، وخاصة مع وجود أزمات زي مثلا أزمة الكورونا ولا آخره، بياخد أولاده بياخد عائلته وبيقضي أيام فيها مع الزراعة مع الإنتاج الزراعي. دلوقتي في مناطق كتير للاستثمار الزراعي سواء في المنيا، الوادي الجديد، سيوة، سينا، أعتقد يعني أو تقريبا في كل المناطق فيها استثمار زراعي. ليه المستثمر ممكن يسيب هذه المناطق وروح يستثمر في منطقة وادي النطرون؟ الحقيقة مدينة وادي النطرون من المناطق الجميلة، كمان بالنسبة للجو بتاعها، جودة الأرض خاصة في زراعات الزيتون والنخيل، تقدر تقيم مشاريع زراعية، إنتاج حيواني، إنتاج داجني، تسمين خرفان، لأن طبعا أنت عارف أن عندك جمهورية مصر العربية كانت بتصدر كميات كبيرة برضو من الخرفان البرقي، فتضاءلت الإنتاج البرقي، بدأ في استثمار تاني في الخرفان البرقي، وال حاليا في استثمار في وادي النطرون طبعا ومنطقه العالمين. مصر كانت رائده في تصدير الخرفان الحيه الى الدول العربيه، بدانا نعيد هذا مره ثانيه ونكون رائدين في تصدير اللحوم من الخرفان. طب لو حد حابب يستثمر، انا معايا مبلغ مادي ومالي وحابب استثمر في منطقه وادي النطرون، أبدأ منين هذا الاستثمار؟ وهل شركة أفرولاند بتقدم خدمات معينة للراغبين في الاستثمار في المناطق دي أو منطقة وادي النطرون بالتحديد؟ إحنا عندنا في شركة أفرولاند لا إيه اللي خلينا استثمر وبعد كده نقول الشركة بتقدم؟ إيه اللي يخليك تستثمر؟ اللي يخليك تستثمر المشجعات اللي حواليك، بمعنى المكان، سهولة الوصول. الحاجة التانية ان انت عندك كرة مجاورة. الحاجة التانية النهاردة بقى في افران خبز، في مدارس مجاورة منك حوالي بتاع 6 كيلو او 5 كيلو، يعني مفيش قلق على اولادك ان انت تنقلهم المدارس. النهاردة في محطات تحلية وجنبك كرة تقدر تاخد منها مية. النهاردة انخفاض اسعار برضو محطات التحلية اللي هو المبسطة، خدت بال حضرتك، دي بتشجعك. الحاجة التانية دخول الكهرباء. الحاجة التالتة ان هيبقى عندك مدن جديدة زي مدينة وطرون الجديدة ومدينة النوبارية الجديدة. فهيبقى في اطمئنان. النهاردة عندك جامعة مدينة السادات، كله ده في حيز المنطقة دي، وادي النطرون فيها مدارس. ابدأ منين بقى كمستثمر؟ تبدأ بقى ان انت بتبدأ اولا شراء ارض. بعد شراء الارض من الشركة تبدأ الشركة تقدم لك خدمات من خلال شركة العمار بتنفيذ المشاريع. الزراعة، ثم اولا دق الابيار، تمديد الشبكات، الزراعه، بعد كده رعايه المنتج، معاك لحد تسويق المنتج. يعني شركه أفرولاند بتقدم من ايه تو زد بالنسبه لاي مستثمر حابب يستثمر في المكان هناك. ايه المميزات اللي تخلي المستثمر يروح لشركه أفرولاند بالتحديد عن اي شركه تانية؟ الحقيقه احنا عندنا الشركه بتراعي عاملها، العميل من بداية الشراء حتى الاستزراع. هو يعني بعض العملاء مثلا عندنا ممكن ما يعرفش أرضه، أو إنه بيسيب لنا الأرض ويطلب زراعات معينة، وإحنا بنوجهه للزراعات اللي هي بتؤدي إلى المكسب. وبعدين عندنا زراعات تحميلية، والشهير عندنا قوي
ان احنا عندنا مثلا زراعه الزيتون، سواء الزيتون لانتاج الزيت او للتخليل. تخليل النهارده الزيتون مصر بتصدر، عندنا زيت الزيتون المصنع في نفس المكان، يعني بينه وبين المصنع 2 كيلو او 3 كيلو تقريبا، سواء عصير زيت زيتون او انتاج الزيتون للتخليل والتصدير. يبقى اصبح عنده مجالات لان المنتج انتاج في تصنيع في نفس المكان، عصر زيت في نفس المكان. فده طبعا بتسهل عليه عمليه الايه الاستثمار. خطوات الاستصلاح، يعني احنا بنتكلم في اراضي جديده بنبدا فيها من زيرو، ف ايه عاوز اعرف من حضرتك باعتبار ان حضرتك استشاري زراعي وليك خبره في استصلاح الاراضي، ايه الخطوات الخاصه بالاستصلاح في الاراضي الجديده؟ خطوات الاستصلاح، احنا النهارده ما بناخد ارض جديده بيتم تسويه الارض، بعد كده بندق الابيار، بنشق الخطوط الرئيسيه للمياه طبعا بمناسيب معينه، بنبدا نحلل الميه عندنا، بنبدا نحدد المشاريع الزراعيه القائمه، بنقسم الارض بمناسيب برضه معينه حتى وصول المياه لجميع الاراضي، بعد كده بنعرض الارض للبيع. الحاجه الثانيه بعد نقيم الزراعات المختاره لهذه المنطقه، ثم انتاج سواء بقى عندنا تين برشومي، سواء عندنا زيتون، وانا دايما بقى افضل الزيتون لان احنا عندنا فجوه كبيره جدا في زيت الزيتون، كمان ده بدائل ويسد فجوه، وكمان انه من الزراعات المهمه جدا في التصديريه. عاوز اعرف من حضرتك يعني ايه مصادر الطاقه اللي بتعتمد عليها هذه المناطق الجديده، لان معظم هذه المناطق ما بيكونش فيها مصادر كهرباء او وصله ليها مصادر كهرباء، في ناس كتير بتعتمد على الطاقه الشمسيه، بتعتمد على المحركات او مولدات الديزل، ففي هذه المنطقه يعني ايه مصادر الطاقه الموجوده في وادي النطرون او الشركه بتعتمد عليها في الاستصلاح؟ الحقيقه اهتمام بالعملاء، كان رئيس مجلس اداره له دور كبير جدا بتحركه بادخال، لان احنا عندنا العميل من الدرجه الاولى له الرعايه الكامله من بدايه البيع والشراء لحد الانتاج، لازم نهتم بيه وتحتضنه شركه العمار بذلك. فتم ادخال الكهرباء، عندنا ثلاث مصادر للطاقه، الكهرباء، الطاقه الشمسيه، المولدات الديزل، وعندنا دايما احتياطي وربط الابيار ببعضها حتى لا تحدث اي فجوات اثناء الزراعه او في اثناء المحصول. عمليه استصلاح الاراضي اتفضل، يعني العمليه من بدايه من تسويه الارض ثم حفر البير ثم شق العمليات الري الى اخره حتى الزراعه، ممكن تستغرق وقت قد ايه؟ مش كل في المتوسط يعني من 3 شهور ل 6 شهور. عشان كده دايما احنا بنوعد لازم على الاقل يكون في 6 شهور سماح، ان احنا بنقدر ننفذ المشاريع على اكمل وجه، بعد كده بيتم الزراعه والزراعات المختلفه. ناس كتير بتخاف من فكره الاستثمار في الاراضي الجديده بسبب ان الارض رمليه، خاصه ان احنا كمصريين كلنا يعني اعتدنا الزراعه على جانبي نهر النيل، الاراضي كلها طينيه خاصه في اراضي الدلتا ومعظم اراضي الصعيد. فهل حضرتك عاوزين نعرف من حضرتك الفرق بين الاراضي الرمليه والاراضي الطينيه في الزراعه، وهل بالفعل ان الاراضي الطينيه اكثر من او اكثر جدوى من الناحيه الاقتصاديه من الاراضي الرمليه، وهل في حل للازمات اللي ممكن نواجهها في الاراضي الرمليه؟ طبعا احنا بلا شك ان هو في فرق ما بين الاراضي الطينيه والاراضي الرمليه، لكن انا عايز اقول في الوقت الحاضر مع تكنولوجيا الزراعه استاذ شعبان، اصبحت اراضي الصحراء النهارده منتجه. يعني النهارده المساحات الضيقه من الاراضي الزراعيه السمراء او الاراضي الطينيه ومشاكلها برضو، ما هي لها مشاكل الاراضي الطينيه، النهارده الري الغمر الزائد هو ادى الى سوق صرف، بالتالي ادى الى سوق انتاج. كمان كمان نلاحظ ان هو النهارده في مجال الفاكهه بينادي بانتاج اصناف جديده تقاوم بعض الامراض اللي ادت الى سوق الانتاج. خروجنا للصحراء طبعا بيختلف الاصناف اللي بتبقى في الصحراء
والاصناف دي بتؤدي الى انتاج عالي. يعني مثلا على سبيل المثال البرتقال في الاراضي الطينيه مثلا البرتقانه بصره ده بيطعم على نارنج. عندنا اصناف الموالح بتطعم على فولكا ماريانا في الاراضي الصحراويه اكثر تحملا وفي نفس الوقت بتدي الى انتاج اعلى. يعني النهارده ما بقتش في مشكله ارض مريه وارض طينيه. كمان في حاجه ان في ارض الصحراء انت بتحافظ على المياه باستخدام طرق الري الحديثه التي تؤدي الى اعلى انتاجيه. حقيقي. وبتحافظ على الميه لانه ترشيد للمياه. وبتقلل استخدام الاسمده والمبيدات والازمات العفان والمبيدات الحشريه وكل ده يعني. تمام. الحاجه الثانيه مع النهارده يعني في بعض المشاريع وادت الى تجارب حتى في الصعيد وخاصه في المنيا ان بعض الاخوه المهندسين الزراعيين زرع القصب على الري بالتنقيط. يعني قصه مفهوم الري بالغمر ده احنا بنحاول نحافظ على ترشيد المياه. الحاجة التانية ان انا ما بقى يعني الري الغمر لما بياخد الاسمدة بيخرج مع مياه الصرف المغطى بتجد ان نسبة الملوحة عالية فيه جدا. صحيح. ليه؟ لان النهاردة المزارع لازم يحافظ على طرق التسميد الصحيحة والمعدلات التسميد الصحيحة حتى لا تؤدي الى تدمير التربة. كمان في حاجة النهاردة بعض الاراضي الطينية ازدادت فيها النماتودة بصورة عالية جدا نتيجة لسوء الصرف والمياه الزائدة فيها. عكس عندك الجبل انت عندك كنترول في معروف ان النبات ده عايز كم لتر كم متر مكعب من المية. كمان التسميد بتحطه بمقننات علمية صحيحة بتؤدي. انت بتتحكم في كل المعاملات الزراعية الخاصة بالنبات طبعا. في الزراعة الحديثة طبعا. نقطة مهمة جدا وهي طبعا لسه كان احد المتفاعلين في المغرب بيتكلم عنها وهي درجة الملوحة العالية اللي ما بتسمحش بزراعة الكثير من المحاصيل. ففي ظل التكنولوجيا اللي حضرتك اتكلمت عنها هل في حلول لتقليل درجات الملوحة الخاصة بالأراضي الجديدة علشان ده عائق من أهم الصعوبات اللي بتواجه المزارع او المستثمر في الاراضي الجديده؟ الحقيقه احنا في هذا المجال طبعا في اكتشافات كتير في هذا المجال استخدام سلالات معينه من البكتيريا التي تقوم على امتصاص الاملاح بالتالي بتقلل من نسبه الملوحه في التربه. الحاجه الثانيه بنستخدم بعض المركبات العضويه زي الفيرمي كومبوست وزي الهيومات البوتاسيوم ورش بعض المستخلصات العضوية أو نقول الطبيعية رش على النباتات بتؤدي إلى التقليل من تأثير الملوحة على النباتات. سؤال كمان يعني حضرتك قبل هو كنا بنتكلم إن في بحث جديد تقريبا في جامعة المنصورة لأحد الباحثين عاوزين نعرف أكتر عن هذا البحث ودوره في تقليل درجة ممكن الناس تستفيد يعني ازاي هذا البحث نتائجه ممكن توصلنا لتقليل درجات الملوحة في الأراضي الجديدة؟ الحقيقة البحث ده وصل معاملاته إلى حد 7200 جزء في المليون. كان ده على شجرة النيم. يعني النهاردة أنت ممكن لو عندك تربة درجة الملوحة فيها وصلت ل 7000 أو 8000 النهارده بتزرع شجره النيم. واحد يقول لك طب انا اعمل ايه بشجره النيم؟ شجره النيم دي اوراقها بتستخدم كطعام للمواشي او المعيز او الاغنام بسرعة. الحاجه الثانيه بذورها بيستخلص منها بعض الكيماويات بتصل الى 200 نوع من المبيدات الحشريه الطبيعيه خدت بال حضرتك اللي هي الاورجانيك وبعض الكريمات والزيوت. الاخشاب بتستخدم في الأشجار بتستخدم كأخشاب ويصنع منها بعض الأساس المنزلي وغيره. الحاجة الثانية إن بيستخدم بعض المستخلصات الطبيعية العضوية رشا ليها لتتحمل درجة الملوحة ويؤدي إلى نمو وقوة النبات. نرجع لموضوعنا وهو مشروع العاصمة الزراعية الجديدة. ده مشروع بيضم الكثير من المشروعات اللي داخل هذا المشروع. عاوزين نعرف يعني ابرز هذه المشروعات المتنوعه بين زراعه وزراعه اشجار زي الزيتون او مشاريع لثروه داجنه وثروه حيوانيه وكمان مصانع يعني بيضم كافه المراحل الخاصه بمشروع زراعي عمراني جديد. فعاوز اعرف من حضرتك التفاصيل اكتر عن ما يحتوي هذا المشروع من
مشروعات اخرى في القطاع الزراعي. زي ما انا قلت لك يا استاذ شعبان، منطقه وادي النطرون منطقه واعده سواء بالمدن الجديده التي تقام. الحاجه الثانيه انت عندك مجازر دواجن. الحاجه الثانيه عندنا ان الجو في نقاء. يعني النهارده ما تيجي تعمل مزرعه دواجن بينك وبين كل مزرعه مسافات كبيره، ففي تهويه، وده بيمنع على انتشار امراض الدواجن. كمان عندك بالنسبه للمخلفات الدواجن، مخلفات المواشي، ده كله بيدخل معانا في التسميد العضوي للزراعات عندنا. بالنسبة مثلا زي زراعة الزيتون، النهاردة أنا عندي مصنع تخليل، عندي مصنع عصر زيت زيتون، بستخدم المنتج بتاعي في نفس المنطقة. يعني بزرع وبصنع. وبصنع في نفس المنطقة وبسوق من نفس المنطقة إلى المدن الأخرى. طيب يعني أخيرا، إيه الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للمستثمرين بصورة دقيقة في للاستثمار في الأراضي الجديدة؟ الخدمات التي نقوم بها، رقم واحد احنا طبعا بنحلل التربه، بنقول حضرتك بنحلل الميه، ان انا بزرع له الاصناف، بزرع له الاصناف التي تجود في هذه المنطقه. ممكن هو بيقدم بعض التحميلات الثانيه زي زراعه النخيل البرحي والنخيل وبعض انواع النخيل المختلفه من سواء زغلول او امهات او سمان او الى اخره. الحاجة التانية عندنا برضو زراعة الخضار، عندك منطقة بتزرع فيها كنتالوب، بتزرع فيها طماطم، تزرع فيها كوسة، ممكن تزرع فيها بامية، تصلح المنطقة دي للزراعة، بنعملها زراعات تحميلية. النهاردة ما بيزرع أشجار يقول لك طب أنا إيه أستفيد. عايز أستفيد، نقول له نعمل لك زراعات تحميلية. طب عايز يزرع مثلا برسيم حجازي عشان هعمل كذا، بنعمل له زراعة برسيم حجازي بالرشاشات، أو ممكن أعملوها على الري بالتنقيط. خدت بال حضرتك النهارده في طرق كتير للري، زي ما انت عارف حضرتك طريقه الفلوب، الري المحوري، الرشاشات، كل ده بستخدمه لانتاج محاصيل تخدم برضو المشاريع الموجوده من الانتاج الداجيني او الحيواني او الى اخره. يعني بشكر حضرتك جدا مهندس فارس سعيد، استشاري زراعي بشركة أفرولاند لإدارة المشروعات، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا بك أستاذ شعبان، أهلا بك. مشاهدينا يعني شفنا كلام مهم جدا في ما يتعلق بالاستثمار في الأراضي الجديدة، وده زي ما قلنا اتجاه كبير جدا للمصريين في مصر، خاصة في ظل انتشار أزمة كورونا وتأثيرها على كافة القطاعات في مصر. كمان معنا تقرير مهم جدا من محافظة المنوفية، وهي من المحافظات الرائدة في كل شيء الحقيقة، وتقرير مع الدكتور محمد فتحي سالم وشركة رويال جرين تكنولوجي ودورها في دعم المزارعين بالسماد الحيوي. هنشوف تجارب مهمة جدا في هذا المجال مع الدكتور، في لقاء مع الدكتور هشام صلاح من محافظة المنوفية، وكمان هنشوف يعني قاعدة فلاحي جميلة وشاي كنا بنفتقده بصورة كبيرة. لكن كمان قبل ما أروح أشوف التقرير، حاب أقول مبروك تاني للنادي الأهلي، وإن شاء الله يكون مشارك في الدورة المقبلة من كأس العالم للأندية، ومبروك لكل الأهلوية، وطبعا لا عزاء لأصدقائنا الزملكاوية اللي كانوا يعني متعشمين إن الأهلي ما ياخدش البرونزية في هذه البطولة. شكرا جزيلا لكم، نطلع نشوف التقرير، وبعد التقرير إن شاء الله تروحوا تناموا وتنتظرونا إن شاء الله الخميس المقبل 8 مساء معكم شعبان بلاش. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده احنا مع عم رضا او الحاج رضا في محافظه المنوفيه، دي المره الثانيه او الثالثه اللي احنا بنيجي هنا فيها، لكن المره دي مختلفه جدا، وقلنا نقعد مع عم الحاج رضا في قعده فلاحي
ونشرب الشاي الفلاحي. حاج رضا عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حالك يا باشا؟ احنا يعني ربنا يخليك يا رب، احنا بنتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا وهي بتشغل بال كل العالم مش بس الا المصريين تقريبا، وهي السماد الحيوي. حضرتك من الناس اللي بتزرع سماد حيوي لك سنتين او اكتر او 3 سنين، زرعت محاصيل كتير جدا. كلم لنا ليه عم الحاج رضا مازن، وهو اسم حلو كده وشبابي، بدأ في زراعة السماد الحيوي؟ والله حضرتك انا بقالي سنتين ونص بزرع بيه، وما زرعتش بيه غير عن تجربة، ما دخلتش كده هباء يعني، لان الغلطة مع الفلاح هنا بتضيعه، والفلاح فينا مكسبه كل 6 اشهر. صحيح. ما يعني مش موظف بقى ان انا دخلي كل يوم، لا، لازم الواحد يبقى ناصح لشغله. فحضرتك خدت عن تجربة، يعني الناس جابت اشتغل به جاري، وبقيت يعني اسمع منهم او اصنت عليهم، وده حقيقي يعني مش أيوة. كل انت كل الفلاحين في كده الناس دي بتعمل ايه وبتشتغل بجراكن ايه، لحد ما وصلت ليهم كان عندهم طماطم والى اخره وخيار وحاجات دي وبطاطس وكده، فزرعوا نتجهم، وانا قلت ليه ما اكونش زي الناس دي، ازرع وانتج زيهم. فروحت جبت جيركن، جربت بيه 2 في الثاني في الزرعه الجايه، اشتغلت، بدات بقى اتحرك، وبدات انصح زمايلي الفلاحين، الناس بقى تيجي تقول لي الجراكن بتيجي منين وتوصل لها فين ونجيب منين، ونكلم الدكتور فلان، نعمل الدكتور، لحد ما الدكتور حضرتك جه عمل ندوه هنا للفلاحين، دكتور محمد فتحي سالم. قام اتحرك، يا دكتور الناس عايزه تشوف الدنيا في ايه، فانا كفلاح مش عارف ارشدهم، فجيت الدكتور بنفسه ومعاه نخبه الدكاتره، علموهم وقالوا لهم كذا كذا كذا، ازرعوا كذا واعملوا كذا، لان السماد الحيوي ده بيفيد ايه يا دكتور؟ قال لهم بيفيد انك انت بتاكل اكل صحي، ويزود بروتين البهايم، ويزود لك البرسيم، يخليك بدل ما تحش 5 6 مرات لا تحش 7 مرات. وانت والحاجات دي كلها انت فعلا جربتها ولقيت النتيجه بتاعتها؟ جربته، وحتى اللي يعني هو حاجه امني يعني، عندك الطيور ممكن بتزيد عليه، الطيور اللي عندي في البيت بتزيد عليه، بتشرب منه، بحط لها رتل في الميه بتشرب منه كده تزيد عليه يعني. هو احكي لنا، طب احكي لنا انت على التجارب بتاعتك، يعني زرعت كم محصول وايه الفرق في الانتاج وفي التكلفه بالنسبه ليك؟ التكلفه زرعت كم محصول الاول؟ انا زرعت، كنت بزرع 3 محاصيل في السنه، دلوقتي ممكن ازرع اربعة، لانه ايه بقيت ازرع زراعات خفيفه، بحيث ان هو ايه الحاجه اللي هي تجيب زهر وينتج معايا، لانه منتج جدا. التكلفه بتاعته بسيطه جدا مقارنه بالزراعه الثانيه او بالكيماوي والمبيدات. لا 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 طبعا هو مش مكلف قوي، زي يعني انا كنت برش كتير، البطاطس ارشها كتير، الفاصوليا ارشها كتير، الذره ارش كتير، طبعا ده فيه حاجات معالجه في قلب الجيركن نفسه، يعني مخلي لك الساء يعني زي ما يكون عمود خرسانه مصبوب طالع منه بعبر لك عنه كسياخ حديد مجلفينه، ما فيهاش اي الورقه بتاعتها مجلفينه، الفاصوليا مجلفينه، البطاطس مجلفينه، وحضرتك ورا ظهرك كده البطاطس اهي، لو قمت شفت ايه هتلاقي بسم الله يعني الناس حاجتها محروقه بره المكان، فلاحين ما استغملتوش، وعندي بسم الله ما شاء الله البطاطس الثانيه اهيت شكل ثاني. انت بتزرع ايه المحاصيل اللي بتزرعها بالسماد الحيوي؟ جميع المحاصيل بزرعها، جميع المحاصيل بزرعها، ما اقولكش اي حاجه، واللي عايز يشوف احنا هنا اهو بنشوف اهو. لا حضرتك انت ماشي، انت كمذيع او هتوصل رساله، انا عايز الفلاح يجي يشوف بنفسه، يجي يشوف الطبيعه، انا ما بكلموش كده، اقول له رقمي تليفوني عشان يجي لي، ما ياخدش كده يروح يشتري جيركن هباء ويمشي، لا انا بقول له حط صباغ بلدي واشتغل بالسماد الحيوي وشوف النتيجه، وربنا عنده كفاءه، ما بنقولكش ازرع كده هباء لا. كمان احنا شايفين حاجه تانية كده انت زرعتها بتقول كتجربه قبل ما نسجل، عاوزين تتكلم لنا على الزراعه دي.
والله دي حضرتك دي كوسه، اذا رحتها كده قلت اجرب منها بسمات حيوي، بحيث ان انا اشوف يعني الدنيا فيها ايه فيه برضه، لان ان شاء الله عايز ازرع منها ان شاء الله فدان السنه الجايه. وحضرتك زرع بسيل ليلى وشرفتنا برضه، شفتيه حاجه شكل لسه مزروعه بقى 15 يوم. بنقول للفلاحين ان انت بتزرع في شهر 9، لا عندنا بسله بتنزرع في شهر 12 بسمات حيوي، تعالى اتفرج عليها. بالنسبه لده يعني حجمه والانتاج بتاعه كويس جميل. انا اقطع منه 10 في البيت عندي امبارح، مطلعين حضرتك نص جيركن من دي، يمكن واحده مطلعه كيلو، مصفيه كيلو، ما ال 10 تضربها في 10 كيلو على طول، واحد تطلع كيلو من دي. طب يا حاج، يعني تنصح المزارعين بايه؟ انصح الفلاح، انت اساس البلد، انت اساس كل حاجه في البلد، اشتغل صح عشان تبنيها صح، وعشان يعني نعلم عيالنا، نوصل عيالنا المراحل الى يعني نوصله دكتور، ونوصله حداد، ونوصله سباك، ونوصله احنا اللي هنوصله، واحنا اللي هنشغل جميع البلد. الفلاح بالذات هو اللي هيشغل الدوله بحاله ان شاء الله. حاجه هو مشغلها من زمان يعني. يا رب. دكتور هشام، حضرتك المدير التجاري لشركه رويال جرين تكنولوجي، وهي صاحبه الشغل ده اللي احنا بنشوفه هنا في المحافظة المنوفية وشفناها في محافظات تانية، يعني عاوزين تعليق بسيط على كلام الحاج رضا وعلى التجارب اللي احنا شايفينها وشغل عم الحاج رضا خلال السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا. طبعا انتوا منورين مركز الشعب محافظة المنوفية. طبعا احنا قاعدين بظروفها يعني بجولة، قلنا نعدي على الحاج رضا. الحاج رضا ده كل سنة بنجيله، طبعا هو من خلال ما شاء الله النتائج مكمل معانا، وان شاء الله يكمل السنين اللي بعدها. الحاج رضا كان يتكلم برضو، قال ان الدكتور محمد وبعض اساتذه الجامعه عملوا، كنا احنا موجودين، عملنا بعض الندوات هنا، اكتر من ندوه، فده معناه ان العلم لازم ينزل الارض، لازم يتطبق، اللي هو كان دايما في دايما مشكله ما بين النظريه والتطبيق، في فجوه بين التطبيق وبين بين النظريه والتطبيق. النظريه طبعا اللي هو العلم عند اي عالم، والتطبيق اللي هو على الارض زي ما احنا شايفين. طبعا النتيجه باينه، يعني انتوا لو خدتوا جوله بالكاميرا دلوقتي، في برسيم، في بطاطس، في فاصوليا مزروعه، في بسله لسه بتتزرع دلوقتي، وكل ده كل ده شغل حيوي، كل ده شغل نظيف، اللي هي الزراعه النظيفه اللي العالم كله بينادي بيها في ظل الازمه اللي احنا فيها دلوقتي. تعتبر مصر يعتبر المصدر الرئيس للعمله الصعبه زي ما قلت قبل كده اكتر من مره، وما زلت بقول هي الزراعه، ولازم نركز على الزراعه. عندك دلوقتي في بعض الدول القريبه منك وقريبه تقريبا في نفس امكانياتك، يعني زي المغرب، زي تونس، زي الاردن، متقدمين جدا. ليه احنا ما نبقاش متقدمين زيهم واحسن منهم كمان؟ طبعا احنا الواحد نفسه الدول العربيه كلها تبقى كويسه جدا ويكون على مستوى واحد يعني، لكن المنافسه في الحاجات ديت حاجه كويسه جدا، والمنافسه الاحسن يعني. فانا نفسي ان احنا نشتغل بالعلم، نشتغل بالتطبيق الجيد، بالزراعات او بالمعاملات الزراعيه المنضبطه اللي حددها العلماء، اللي هم حددوا ان احنا ازاي نطور الزراعه بتاعتنا من زراعه تقليديه الى زراعه متطوره باستخدام الاسمده الحيويه ان شاء الله. دكتور احنا حاج رضا، انت طب اصبر نركز مع حضرتك. والله انا عايز عاوز تطلع. طب ناخد المهندس محمد حجازي لحد ما الحاج رضا يخلص. محمد باشمهندس محمد، يعني حضرتك مسؤول الدعم الفني في محافظه المنوفيه، وحضرتك سجلت معانا قبل كده، يعني عاوزين نتكلم بس انتوا بتقدموا ايه كشركه للمزارعين هنا علشان تتابعوا معاهم من الناحيه الفنيه، من ناحيه ازاي يسمدوا، بتقدموا لهم نصايح ولا لا، بتتابعوا معاهم دوريا ولا لا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا بنتعامل مع الفلاح هنا كان احنا بنوفر له كل شيء، من اول بقى التقاوي، قصه التسميد، قصه ان انا ادخل له كمان محاصيل استراتيجيه تكسبه. يعني انا ما بقولوش ازرع المحاصيل التقليديه اللي هي زي الغله والبرسيم والحاجات ديت اللي هو متعود عليها، احنا عاوزين حاجات تانية، حاجات تانية زي ايه؟ زي البسله، زي الفاصوليا، زي اللب. برضه الحاج رضا برضه زرع وجرب في الفاصوليا عنده، وما شاء الله عنده حاجات جميله جدا اهيت. هو شاف وجرب وهيزرع، يعني اما بيجرب بنفسه بيقتنع وبيزرع، وبعدين بيكسب كمان. يعني ما بيزرعش محاصيل تقليديه بقى زي الغله وكده ما بتكسبش، تمام، لكن احنا بنخليه يزرع بسله،
البسلة محصول استراتيجي كويس جدا، بيكسب جدا، محصول اقتصادي، اقتصادي هيدخل له عائد وفي فترة قصيرة، يعني 3 شهور هيجمعها ويدخل منها فلوس، يعني هيحول المصاريف بتاعته لفلوس، مش هيستنى 6 شهور ولا اي حاجة. تمام. واحنا شايفين اللب برضو مع الحاج رضا اهوت، يعني ما شاء الله، يعني ناكل لب اورجانيك. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس محمد حجازي، وشكرا للدكتور هشام، وشكرا لك عم الحاج رضا. الدكتور محمد فتحي سالم ان في علماء عندنا واساتذه وبينزلوا وبوضحوا للناس ان في حاجه نظيفه وبيوعوني. طب ما ممكن يكون خلى علمه ده لنفسه وهيستحفظ بيه، انما ايه اللي يخليه يجي لي غيط ويجي لي ده واللي ده علشان يوصل للناس؟ بس هو عايز بس بيعالج ناس، مش بيوصل للناس. والله هو الراجل ده بيعالج ناس من امراض، مش دكتور، ده بألف دكتور واقول له كده. وبشكره. شكرا جزيلا لك يا عم الحاج رضا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا يعني شفنا حاجه من على الارض الواقع، ونتمنى خلال الفتره الجايه ان الناس يعني تعي أهمية الزراعة النظيفة لصحة الإنسان، لصحة أسرتك، لصحة بيتك، لصحة الأرض، لصحة المزارع، لصحة الدولة وصحة الاقتصاد. شكرا جزيلا لكم، تابعونا في برنامج من سيزرع المليون، ومعكم شعبان بلال كل خميس 8 مساء. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر يا